السلام عليكم شباب، واش اخباركم؟ حسين بحلقة جديدة من قناة حسين احمد 2008 حسين. فشباب السلاح ما راح اقول الفيديو، انتوا راح تشوفوه. هو على بوب، جا على بوب يا بابا. يلا انا طب بهذا البيت بركه تلقى يستوى. هلي هلي رامات مكسكو اكو بس رشاش بيت تخنا طب هذا البيت بيت القاري بيستوى اكو حد بيت اكو بيت يكبر شوار حق اسمه جديد شوار ارجع لكم شباب. رجعت لكم بس هذا وين اكتئ الاول عند الثاني ثالث لا اثنين هيوي صلوك ستة شبابك يا ألو السلام عليكم شباب. هالصوت مين قاعد يجي؟ اخاف جيراني. اسف على هذا الصوت. صحوي استوى جانا معلي. ايوه شفتي هيوي على عيني كان ارمي بل خلنا نروح بكت يوم علي ذاكي
سيارات هنا هواي، هاي سيارة، هاي سيارة. آسف. شباب راح أقصر الفيديو شوي وأرجع. هيوي شباب القزين هذول جماعة نبغى نقتلهم. باي باي. يا اخي تركم ساعة المهم ما تقولك راح اكون شتيف. بس من فوق اوووي نكسير تقتل معي شباب. حتى تقول الخوذة ليش ما دمجت؟ ليه شباب؟ ما هو الطلقات ما قاعد الطلقات قاعد يجنب يعني ما قاعد يجنب راسي قاعد يجنب ظهري فالدرع يتكسر والخوذة ما تتكسر. إذا تدمجت الخوذة مثلا ما تلف الثري شوفوا خوذة كاملة شباب يلا مع السلامة. آسف.